احنا شايفين بيحصل ايه في وراه. شايفين المنظر. ببدا بقى ايه بالسلكه كده اهوت، هبدا ايه اللي انا ادعى. الطريقه ديت حصري والاول مره، ما حدش يعملها على طريقتي انا. اتمنى اللي هي ايه تنال اعجابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي، معكم حنان البراكي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا جدا، ازاي اللي احنا ننظف المقلاية مطرح ما مطرح القلي. اذا كنت بتقلي بطاطس اي حاجة، طبعا ده مش موضوعنا، المهم اللي احنا نتخلص من الزيت اللي هو بيبقى في المقلاية بكل سهولة من غير ما يعذبك. والطريقة ديت جميلة جدا جدا، فاتمنى ان انت تتابعيني لاخر الفيديو ونشوف مع بعض احنا هنحتاج لايه. هنحط حبايبي دي كده المقليه اللي انا هعمل فيها ان شاء الله، كده اوريكم فيها الطريقه. هنقعد بقى يعني هنحتاج لمعلقتين كبار من الكربوناتو، وهنحتاج لمعلقه كبيره من ملح الليمون. ملح الليمون اللي انا كنت عاملاه معاكم لسه قريب. وهنحتاج لمعلقه كبيره من الرابسو. دي كده معلقتين كربوناتو، معلقه كبيره ملح ليمون، معلقه كبيره ايه رابسو. هنحتاج لسلكه، هنحتاج برضو المية. هنا معايا طبق ومصفى عشان اصفي فيه الزيت. الزيت ده هوت هصفيه، ده كده مطرح تحمير بطاطس عشان اعمل بيه بعد كده صابون، يعني احتفظ بيه في ازازة لحد طبعا ما احوش الكمية اللي انا عايزاها واعمل بيه. طبعا ايه دلوقتي بقى ايه هنبدأ مع بعض كده عشان نشوف مع بعض احنا يعني هنعمل ايه. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. ما دلوقتي بقى ايه هبدأ ان انا اصفي الزيت ده هوت. انا عاملة معاكم الفيديو يعني ايه عملي خطوة بخطوة. ده كده ايه مطرح ما كنت بحمر فيها البطاطس. الزيت دوت مش بتاع سمك. هشيل الطبق ده كده على جنب. ده دلوقتي بقى ايه زي ما احنا شايفين، طبعا ايه شايفين الدهان فاضل شوية زيت كمان اهو، هصفيهم برضو في الطبق. دلوقتي بقى ايه هننضف المقلية دي كده ايه مع بعض عشان نتخلص من الزيت ده هوت بكل سهولة. هبدأ بقى ايه دلوقتي ان انا اجيب الكربوناتو الاول. لا واخد كده من الكربوناتو ورش. شايفين اللي بيحصل؟ لا هتلاقوا ان الكربوناتو بيمسك في الزيت على طول، لا بيمتص الزيت بسرعة. فهاخد برضو ايه شوية كده كمان. واخد حتى ايه شوية كربوناتو في الايه من هنا من برة، مطرح ما نزل مني ايه شوية كده. طريقة فعلا سحرية جدا في ازالة الدهون. شايفين ده كده الكربونات اهوت اللي ايه اللي فيه زيت. طبعا الكربوناتو كده امتص الزيت اللي معايا، احطه بقى ايه كده اهوت هنا. بعد ما عملت الخطوه ديت دلوقتي بقى ايه مفيش ايه كده مفيش زيت فيها ايه خالص.
هعمل ايه بقى تاني؟ يعني هاخد المعلقة الكبيرة الرابسو ومعلقة كبيرة ملح ليمون، هفضيهم ايه هنا الاتنين مع بعض ده. كده ايه بنفس الطريقة هجيب بقى دلوقتي ايه خل، لا ده كده ايه خل ابيض ده، هبدأ ان انا احط عليهم ايه شوية ده شوية خل كده اهوت. طبعا ايه زي ما احنا شايفين بيحصل ايه فراغ، ما شايفين المنظر. ببدأ بقى ايه بالسلكة كده اهوت، هبدأ ايه ان انا ادعك. الطريقة دي حصري والاول مرة محدش يعملها على طريقتي انا، اتمنى اللي هي ايه تنال اعجابكم. ما هنجيب بس كده ايه كمية كبيرة عشان اقدر ان انا اعمل عليها، هشيل الكربونات ده الزيادة عشان ايه ما يجيش عليه حاجة. وهبدأ بالسلكة وضع كده من بره ومن جوه كويس جدا. وضعك برضو ايه من بره زي ما قلت لكم حبايبي، الطريقه دي على طريقتي انا حصري والاول مره، اتمنى ان انتوا تدعموني كده باللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو وبيوصل الفيديو ل يعني كل الناس اللي هما يشوفوه. كده ايه كده خلاص انا سبت كده المقلايه وما بقى يعني، وازاي بقى اللي انا اتخلصت كده من الدهون بكل سهوله زي ما احنا شفنا كده. هبدأ ان انا ايه اشيل دي الصينيه، انا بعمل طبعا ايه قدام منكم اهوت خطوه بخطوه، المفروض ان انا اشرفها على الفوق ده. كده حبايبي انا كده خلصت خلاص، وزي ما وريتكم الفيديو عملي خطوه بخطوه شايفين. كده انا نضفتها خلاص يعني وخليتها زي الفل بطريقه بسيطه جدا، ودي اسرع طريقه يعني اسرع واسهل طريقه للتخلص من الدهون من المقليه اللي احنا بنقلي فيها الحاجه بطريقه بسيطه جدا. والطريقه ديت لو عندك المقليه يعني فيها دهون محروقه او اصعب من كده كمان، هي بالطريقه دي هتنضف معاكي وهتلاقيها زي الفل. لا اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منه. وده كده شكل الكربوناتو اهوت اللي هو امتص الزيت. على فكره الكربوناتو ده ممكن ما ترموش، ممكن تحطي عليه شويه صابون سائل، لا وممكن برضو اللي انت تستخدميه يعني ممكن تستخدميه في اي حاجه تانية اهوت. ويبقى ده كده الايه المكون الاساسي اللي احنا اتخلصنا منه في يعني اللي خلصنا من الدهون. نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كان معاكم حنان الوراقي ام ندى وفتحي، يا ريت كده تدعموني كده حبايبي باللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو بيوصل الفيديو لكل الناس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.